بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مندوب منظمة الكشاف الوطني لمندوبية سفرو، نحن في دورة تدريبية لإعداد الكشفي لقادة الوحدات المساعدين في هذه الدورة. كانت أيام 29-30-31 من شهر يناير 2021. كنتمنى على أن هذه الدورة تكون ماشي هي أول دورة ولا آخر دورة، بل أدوارهما إن شاء الله. وهذه في أنشطتها المعتادة لمنظمة الكشاف الوطني مندوبية سفرو، أن اعتدنا وارتأينا لهذا التدريب، لأن من هذه شحال ما قمنا بهذه التدريب ولا توصيلات ولا تكاوين لبعض القادة، لأن القادة هم اللي كيحملوا المشعل بعد منا. فارتأت المنظمة أن تنظر لهذه الفئة الشبابية اللي منهم شبان وشابات، باش نكونهم إن شاء الله فتأطير لخير خلف لخير سلف إن شاء الله. فكل ما هناك أن تدريبات ديالنا وتكوينات ديالنا كترتقي من أجل الطفل والشباب إن شاء الله، وللصعيد المدينة بالنهوض التربوي إن شاء الله. وكان نقوله أن هو تدريب 3 أيام ما كافيش، ولكن أعطيناهم على قدر المستطاع اللي يكفي هذه المجموعة. وهانت كتشوف الانسجام ديالهم إن شاء الله غادي يكون إن شاء الله موفق. ومازال عندنا دورة إن شاء الله اللي غادي تكون في الدورة الربيعية، اللي غادي يكون التقي والمواضيع أخرى لتحسين وصقل موهبة القائد في التأطير التربوي إن شاء الله. الاستفادة اللي استفدوا منها هاد الشباب وهاد الأطر المبتدئة في المجال التربوي هي استفادة جد فعالة في المجال التربوي، في المجال التنشيطي، في المجال الخجل الكلام اللي ما كاينش حمل واحد معمرو ما مارس هاد الميدان، لأن الكشفية كتمارس ماشي كتقرا، وهي كيقولوا كيتمناوها الكبار وكيمارسوها الصغار. ففتحنا هذه الفرصه للمجال ديال الشباب اللي باش يكونوا مؤطرين في مدينه سفرو، وتكون الكشفيه مزدهره وتمشي للقدام في هذا المجال التربوي ان شاء الله. شكرا لكم. كلمه من عند السيد ناصر مصطفى. البطل ابراهيم، قائد منظمه الكشاف الوطني. اليوم تنحضروا في هذا الحفل الختامي للتدريب الاعدادي للقاده المساعدين والقاده الاقسام الذي نظمته مندوبية سفرو، منظمة الكشاف تحت إشراف القيادة العامة. هذا التدريب هذا يدخل في إطار المناهج والبرامج الكشفية التي سطرتها منظمة الكشاف الوطني في البرنامج العام، والتي تلائمت مع مجموعة من المضامين ومجموعة من الأنشطة الكشفية مع الرابطة الوطنية للحركة الكشفية المغربية. اليوم تشهدوا الفوج الأول تقريبا بالنسبة للذين تخرجوا بعد تحيين المضامين وبعد يعني الانطلاقة اللي انطلقت بها الرابطة والحركة الكشفية المغربية. كنهنيو هاد الإخوان هادو كاملين القضاء اللي اجتازوا التدريب، وتنتمنوا على أن تكون عندهم استمرارية وتكون عندهم واحد الشجاعة وواحد الإقدام من أجل جيل جديد، من أجل تكوين وتطير النشئة المغربية وخصوصا بمنطقة مدينة سفرو. تحية كشفية، كلمة الله هي العليا. بسم الله الرحمن الرحيم. زين السجاري من منظمة الكشاف الوطني فرع سفرو. أولا كنتقدم بالشكر الجزيل للمندوب ديالنا الاستاذ مصطفى الناصري على هذه البادره الطيبه، خصوصا بالاجواء اللي حنا كنمروا فيها ديال فيروس كورونا. بالنسبه للكشفيه هي كنقولوا واحد نظام عسكري كتخدم فيه، كتاخذ بزاف ديال المعلومات ولكن بواحد الطريقه مقننه، ماشي بحال الجمعيات اللي كناخذوا معلومات ولكن ما كناخذوهاش بطريقه مرتبه. زياده على ان الكشفيه كيف ما كيتقال عليها بانها هي ممارسه، ويمارسونها الصغار ويتمنونها الكبار، لانها كتعاونك بزاف انك تاخذ بعض واحد المبادئ، منها انك تعلم كيفاش تعتمد على نفسك، وكيفاش انك بصح توصل لدرجه ديال نكران الذات، وهذه ما كيكون الا مع الكشفيه، لان علاش كتعلم منها كيفاش انك تكون مساعد للاخرين، محب للاخرين، كتحاول دائما انك تلجا لاي حاجه تخلي بان الخير يكون دائما عام الانسان الصغير والكبير، وخصوصا الصغير، لان علاش انه هو اللي كنركزوا حنا عليه في بالنسبه للمخيمات اللي كيخرجوا معنا. فبالنسبه للكشفيه انها كنظام فراها نظام رائع ومرتب ومتسلسل ديال بزاف ديال القواعد والبرامج اللي كيسهروا عليها واحد الكفاءات عاليه لاقصى حد. Yeah.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.